للصبح لأذان الفجر. يعني مشاوي الهاشم على كيفك وللصبح. للصبح للصبح. لهنا عنا للصبح. السلام عليكم. الأجواء الصايرة على دوار مدينة صرمدة أشبه بأجواء الأعياد. أنا أحمد الباشا ومن خلف الكاميرا أبو ياسر رح نروح نحن وياكم ونشوف الجلسات والمأكولات الموجودة على الدوار. مشاوي الهاشم على كيفك. احنا الزبون اللي بيجي لعنا الاكل كله على كيفك. شعارنا على كيفك بالاكل الطيب. منين احنا هون اعداد حصر اعداد عربيه. يعني بيجي اخونا ابو محمد مع ضيوفه شيء ببيض الوجه.